الله أكبر، لا إله إلا أنت، حسبي الله ونعم الوكيل. إذن أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذا اللقاء المباشر. أتمنى من الله عز وجل أن تكونوا بخير وعلى ألف خير. الله لا إله إلا تحياتي سعاد نور مريم، وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الصوت مزيان، نقص منه شي شوية باش يتسمع مزيان باش ندخلوا نيشان في الموضوع مشاهدينا الكرام، لأن الحلقة تكون شوية طويلة ما كاينش الوقت. شيماء بنت الشعب، أمسية سعيدة. أطفال خط أحمر، أكيد الأطفال خط أحمر أنساتي سادتي، وهذا هو المحور ديال حلقة اليوم مشاهدينا الكرام، لأن هناك اليوم هناك الحديث على جريمة ضد الطفولة وضد حقوق الإنسان في حق أطفال أبرياء لا حول لهم ولا قوة. مشاهدينا الكرام، ذنبهم الوحيد هما أن الآباء ديالهم أو الأم ديال أحد الأطفال وراء الأسوار السجنية، فما ذنب ذلك الطفل أو تلك الطفلة؟ هذا هو محور الحلقة مشاهدينا الكرام. فانز المكتب 11، مرحبا بك، شكرا سيدي. كبيرهم العلم لله، فين كاين؟ السلام عليكم ورحمة الله. أكيد الأطفال خط أحمر، بغيتكم كاملين تكتبوا لي الأطفال خط أحمر. مشاهدينا الكرام، ابنة فتيحة القروية تقترف جريمة ضد الطفولة وضد الإنسانية. مشاهدينا الكرام، وهذا الشيء اللي غنناقشوه في هذه الحلقة بالصوت والصورة مشاهدينا الكرام، وغادي نجاوبوها على مجموعة من الأشياء، وأيضا غنكشفوا على مجموعة من المغالطات. أنساتي سادتي، ما عرفتش شنو كاتبه هنايا، شي اسم عندهم خربط. وحبيبة إلا كان كيجيك مرة الخضرة شنو نص؟ عنده واحد البيت خاوي، تفضل مشي عنده. المهم الحبايب في الخدمه ديالي غادي نرتاح لكم بعدا، كاين واحد التوضيح اللي هو ضروري مهم على حبيبي. حبيبي ما نقصو تفرجوا على هاد بناتهم مع اي شوف العز، وما مخليهم مخصوص حتى شي حاجه، وبالنسبه لكم انتم كاملين بكم عارفين اللي كاين. هذه الخرجه ديالها نناقشوها مشاهدينا الكرام باش نحطوا الاصبع على مجموعه من الامور. انساتي سادتي، اكيد كتبوا لي كل شيء. الاطفال خط احمر، الاطفال خط احمر، اكيد 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 كل شيء كتب لي الاطفال خط احمر، لان الاطفال يقدر يكون ولادي، يقدر يكون ولادك، يقدر يكون ولاد اختك، يقدر يكون ولاد خوك، يقدر يكون ولاد خالتك، يقدر يكونوا ولاد جارك. الاطفال اليوم الحديث أنساتي سادتي على الأطفال، والأطفال هم شباب الغد، مستقبل الغد أنساتي سادتي. واليوم نلاحظ لأن مجموعة من الناس يقترفون جرائم خطيرة في حق الطفولة، فما ذنب تلك الطفلة كون أمها وراء الأسوار السجنية تقضي واحد الفترة ديال واحد العقوبة؟ ما ذنب تلك الطفلة أو ما ذنب ذلك الطفل الرضيع حتى نأتي اليوم ونتنمر عليهم ونقول ولاد المحابسية، باك محابسي، جدك محابسية؟ ما ذنب ذلك الطفل أو ما ذنب تلك الطفلة اللي غنعايروها اليوم؟ غنعايروها بكون أن الأم ديالها في السجن، والقاضي لم ينطق الحكم بعد، القضاء لم يقل كلمته الأخيرة. ونأتي اليوم ونقوم نحن بإصدار الأحكام ونتنمر على الأطفال.
هذا هو الموضوع ديالنا اليوم غنناقشوه، لكن بادئا ببدء ناقشوا اصلا نبداو معاهم من الاول حتى نوصلوا الى النقطه المهمه في هذا اللقاء. مشاهدينا الكرام، بغيت اللي يدخل يكتب في التعليق الاطفال خط احمر. بابا الا كان كيجيك بنت الخضره شنو نص، راه عنده واحد البيت خاوي تفضل مشي عنده. المهم الحبايب اليوم كتحدثي على ولد الخربه في اشاره مشاهدينا الكرام لسعيد ولد امي نعيمه. سعيد ولد امي نعيمه هو اللي كيقولوا ليه ولد الخربه، ولد امهم في الخربه. هذا الشيء ما كيعنيناش، رغم اننا نعلم جيدا على ان ديك الخربه هو واحد القصر تاريخي العمر ديالو ملايين السنين او الاف السنين، والقيمه ديالو تتجاوز جوج او ثلاثه المليار. في اطار اننا نصلحوا المغالطات، هذيك ماشي خربه، هذا قصر تاريخي في مدينه فرنسا ولا في دوله فرنسا. التوضيح اللي هو ضروري مهم على حبيبي. حبيبي ما نقصو، تبارك الله عنده بناته مع عايش في العز وما مخليه له مخصوص حتى شي حاجه، وبالنسبه لكم انتم كاملين بكم عارفين اللي كاين. هنا مشاهدينا الكرام كتتكلم على حبيبها. حبيبها بالمناسبه هو با محمد، هو الاب ديال سميره مربوحه والاب ديال سعاد جوهره مغربيه، هو الاخ ديال نعيمه البدويه والاخ ديال طاطا بديعه والاخ ديال فتيحه القرويه والاخ ديال كمال في الباديه، والاخ ديال ايضا هو الخال ايضا ديال زهير اللي اليوم هو وراء القضبان، وايضا هو الخال ديال مريم اللي كتقضي هذه الفتره السجنيه. مشاهدينا الكرام، جاء هذا النقاش في اطار انها كانوا عطاونا شرط من الشروط ديالهم، وهو اننا نمشيو في زياره الى منزل با محمد من اجل صلح نعيمة البدوية وطاطا بديعة مع الاخ ديالها. ففعلا ذلك ما كان، ومشينا لعندو. نتوما كاملين شفتوا الفيديوهات، واليوم خرجوا كيعاتبونا وكيعايرونا بديك الزيارة مشاهدينا الكرام. لهذا وجب علينا ان نرد عليهم ونضع النقط فوق الحروف. حاجة حبيبي بزاف على اي واحد انه يطلب له تليفون او لانه يشبر مع شي واحد تليفون، حيت فينا يكون كيف ما بغى يكون. اليوم حديث على التليفون، انا لم اتحدث بتاتا على الهاتف، ما قلت حتى شي حاجه على الهاتف. القصه وما فيها وهو ان النهار مشينا لعنده ما كانش عنده تليفون، فانا قلت هذا السيد هذا العائله ديالو تبارك الله وبناته وبنات اخته ما عندوش تليفون، بقى فيا بقى فيا. قال لك اودي تليفونه نساه في الحاج نساه في الشنطه، بقى فيا. قلت ليه بحسن نيه، قلت ليه المره الجايه منين غادي نجي لعندك ابا محمد غنجيب لك معايا تليفون بحسن نيه. اليوم ولا هذاك التليفون ولا معيوره. شي غادي شي هديه غادي تقبلها واحد الانسان دخل دارك وعاود دخل دارك وجاب لك شي هديه تكون ثمينه او تكون رخيصه غادي تتقبلها. وهما اللي كيهضروا على الهديه اللي جابوها ما طلبوا منهم حتى شي واحد. اش نقول لك هادشي؟ علاش علاش حرقت فيكم قلبكم الا بغيتوا انكم تخرجوا تخرجوا بمعطيات وتخرجوا بانكم انتم واحد الناس مزيانين؟ وقولوا علاش جبتوا التليفون؟ شنو المتتبع؟ علاش جبنا التليفون؟ جبنا التليفون حيت خالك ما عندوش تليفون. هادشي علاش جبنا التليفون؟ الكرام حيتاش انا عندي الشغل واخا ما كملتوليش اللايف وما طلعتوا لي شي. انتوما علاش ما شريتوش لخالكم تليفون بشحال هادي؟ يلا دابا اليوم بان لكم تليفون، ايوا شريو لخالكم تليفون شحال هادي، كاع ما تخليو واحد اخر براني يجيب لخالكم تليفون. وجا الاطار علاش التليفون هو جا وتفهموا كلشي. النهار اللي مشاو هادوك الناس اللي بغيت لي يدخل يكتب لنا الاطفال خط احمر فضلا وليس امرا. شغل عند حبيبي النهار الاولاني ياك على اساس من هضروا وتصفوا على كلشي كيعيطوا لنا حنا في التليفون باش نعدلوا معاهم ابيل فيديو. صح عيطنا لكم باش تعدلوا ابيل فيديو. ابيل فيديو باش حنايا زعما نهضروا معاهم غير على التليفون. عيطت لي الام ديالي قالت لي ابنتي راهم كيسالوا فلان مول الميكروفون. صرت لي كتقول لي انا مول الميكروفون، انا مول الميكروفون كتقول لك انا عطيتهم حيت ما عندهمش تليفون في الدار، عطيتهم النمره ديالي باش يعيطوا حيت انا الوحيد في ديك الدار سبحان الله في ديك الوقيته اللي عندي تليفون. وهذه من بين الاسباب اللي خديت على عاتقي على انني نجيب لك السيد كما وعدته. قلت له المره الجايه ملي نجي نجيب لك معايا تليفون ابا محمد، اعتبرته بحال الاب ديالي، اعتبرته بحال الاخ ديالي الكبير بحسن النيه. هنا غتلاحظوا بانها فعلا هذه البنت ديال فتيحه القرويه
هي العقبة في الصلح والعقبة في التنازل، وهي غتعترف على راسها في مجموعة من المناسبات. إيه سرد لي النمرة ديالو على أساس باش نعيطو حنا في النمرة ديالو. قلت لها أنا ماما من غير النمرة حبيبي ولد المرات حبيبي ولد بنات كوثر ما تعيط حتى شي واحد في التليفون ديالو نهائيا. هي قالت ماما ما تعيطي حتى شي واحد في التليفون ديالو، وهي تعلم جيدا على ان في ديك الدار ما كاين حتى واحد عنده التليفون، يعني دلت العصافه الرويضه لا ما تعيطوش، رغم ان هذاك شرط من الشروط ديالو. ما حبيبي ما عندهاش التليفون ديال ابل فيديو. هي قالت ما حبيبي ما عندهاش التليفون ديال ابل فيديو. التليفون عادي حبيبي عنده التليفون عادي. حبيبه عنده تليفون عادي. قلت لها اذا صافي ما كاين لا عيط في حتى شي واحد. ما تعيط في حتى شي واحد، هذه عرقله من العراقيل اللي كانوا وقعوا في ذاك النهار. مزيان ملي جبتي هذا الموضوع اختي العزيزه باش نجاوبوك. بغيتو غير نجاوبوكم، حنا ما كناش بغينا نتكلموا في هذه المواضيع، ولكن ملي نتوما جبدتوها غنجاوبوكم، ما كاين حتى مشكل. فاهمين حد الان ياك؟ دابا عرفتي شنو كاين؟ ها هو السيد كان كيطلب عشيه كامله، دوزوا الابيل عندي، دوزوا الابيل عندي، دوزوا دوزوا، ولكن انا رفضت. هي رفضات، ها، اذا هنا تعترف على انها رفضات، يعني العقبه، حيت كان غيتفك المشكل ذاك النهار وكان عيطات مع خالها. مع خوها فاتحة تعيط مع خوها يدوز لها نعيمة البدوية وتطبع دعاء يضرب في التليفون يضحكوا يشطوا، كانت الأمور غتكون سلسة، تكون واحد تهيئة مستقبلية، تهيئة ليوم الغد، حيت هادشي كان السبت هما جاو الحد وكان هضرات معاها فيديو وضحكوا ونشطوا وكذا، لا غد اللي كانوا غيتلاقاو عادي. لكن هاد البنت ديال الفاتحة القروية سامحها الله كانت عقبة في عدم استمرار هذه المبادرة. شوف باعتراف ديالها، اسمع شنو كتقول. واحد الحاجة، راه حنا ما كبرناش في الشوك في الحجر. هي كتقول بأن ما كبرناش في الحجر. إلا كان عندكم دماغ، إلا كان على الطرف الآخر، والناس اللي كيتحكموا. إلا كان عندنا حنا دماغ. اللي كيتحكموا هذاك الطرف والناس اللي كيرسحوها. شوف راه تعيا تطور، راه تعيا تقرا، وراه تعيا تعيش في التحرميات. سول عليا هذيك المو. هذيك المتشردة سول عليا أنا كنهضر على راسي. نسولو عليك المتشردة، زعما نسولو عليك تطابديع. واخا تطابديع حول، قالت لنا سولو عليا، عندك شي بعض المعلومات على هاد السيدة؟ سنية داك على خوتي، إلا كان نتوما عندكم عقل أنا زايد ربع، وإلا كان. قالت لك إلا كان حنا عندنا عقل هي زايد ربع. عندكم عقل وربع، أنا عندي عقل ونص. لكن عندنا حنا عقل وربع، هي عندنا عقل ونص. في هذا أنا كنقول حتى شي واحد فيكم ما يدخل معايا في التحديات. تواضعي 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 او التواضع مزيان، حنا ما قللناش من شأنك، ما قلناش بانك ما عندكش عقل ولا ما عندكش عقل ونص ولا ما عندكش عقل وربع. الموضوع بسيط جدا، كانت غتكون مكالمة هاتفية فقط، حتى واحد في ديك الدار ما عنده تليفون، حنا عندنا تليفون ولله الحمد بكل تواضع، تليفون بسيط، كانت غدوز مكالمة وكان غيتفك المشكل. علاش كبرتي الموضوع ودخلتي في تحديات؟ انا لا كان عندكم عقل انا عندي عقل وربع، لا كان عندكم عقل وربع انا عندي عقل وناس، ما تدخلش معايا في تحديات، سولوا عليا فلانه. كتغوتي علاش؟ لماذا سيدتي؟ شويه عليك، هذا موضوع ديال الصلح، انا داخلين غير تصالحوا الناس، ماشي داخلين حنا الحرب، هذا موضوع صلح. شويه عليك سيدتي، كتغوتي بزاف، شويه باش نسمعوك. وشي صراع؟ حيتاش انا اش بين شي صراع؟ ولا ماما ولا خوتي؟ واحد الجانب اللي فيهم اللي دخل الله يخليكم فضلا وليس امرا، يكتب لي الاطفال خط احمر، لان جا واحد الموضوع خطير وخطير جدا، جريمه مكتمله الاركان قامت بها هذه الانسانه، جريمه مكتمله الاركان، فيها الجانب المادي والجانب المعنوي. قول لك عندهم ماشي جريمه واحده، جوج ديال الجرائم احنا غنكتشفوهم في هذا اللقاء. خليك تفتح واحد الدقيقه خوتي العزاز، ما تبلوكيوناش الناس اللايف كيطيح خوتي العزاز، الله يكبر بكم. الناس اللي عندهم كلامونيت البلوك لا، يخليو الناس يكونوا يبغوا البلوك لا خوتي العزاز باش ما كيطيحناش اللايف. يلا انا خوتي الف ما بحثش انا لايكات ياكم هديه. جيت انا قلت لماما صافي ما كاين تما حبيبي ما عندوش التليفون، البنات حبيبي ما كاينينش في الدار، اذا عرفتي ما كاين وقت عيط لنا حتى شي واحد. هذيك هي اللي كانت فعلا، هذيك هي اللي كانت قلتي لها ما تعيطي لتا شي واحد، اذا انت درتي العرقاله حرام عليك. والخوت كانوا غيتصالحوا في ذاك النهار غير بمكالمه هاتفيه، كانوا يتصالحوا، علاش وقفتي ضد الصلح؟ علاش؟ حرام عليك يا سيدتي. على اساس ان لا غدا غادي توصل ماما الفاس لا غدا ملي كانت غتوصل ماماك الفاس كانت غتوصل غتلقى الاجواء مريحه بناء على المكالمه اللي كانت قبل. واش متفقين معايا انستي سادتي ولا انا كنقول شي حاجه غلط؟
واش غاد كانت غتلقى المسائل مريحه بسبب ديك المكالمه اللي رفضتي انتيا؟ تبدلات القصه كامله، تبدلات بسبب انك رفضتي ان تكون ديك المكالمه، تبدلات كامل القصه تبدلات. شوفي وين نوصلوا دابا بيبي، غتوصل لعندهم باش غادي تهضر مع حبيبي يكملوا على الاتفاقيه اللي عملوا بيناتهم. يكملوا على الاتفاقية اللي عملوا بيناتهم، يعني في ديك المكالمة كان غيكون غير السلامة وما جاو، كانت تكون مكالمة حلوة زوينة. اش فيها الا كانت المكالمة عبر هاتف النقال؟ انا شنو زعما غتقولي زعما داك العقل اللي عندك وعقل ونص غيقول لك باننا غنسجلوا ديك المكالمة؟ ممنوع من الناحية القانونية، ممنوع نسجل مكالمة بدون الاذن ديال اصحابها. واحد، ثانيا علاش نسجل المكالمة؟ نسجل مكالمة فيها اختي لاباس بخير هانية الله يسمح لينا، كلام عادي ما بين وحدة واختها. فين كاين المشكل؟ ما كانش غيكون المشكل كاع، المشكل دابا نتوما اللي كتكبروا المشكل. الله مشات ماما عند حبيبي، هضرت مع حبيبي هذاك السي غريبة وهذاك السي غريبة ومول الميكروفون وديك الناس اخرين. مول الميكروفون شنو كزعما كتقولي مول الميكروفون؟ شنو نقصد نقولك حتى انا مولات شي حاجة اخرى؟ انا كنقول لك بنت فاتحه القراويه. معليش معليش حنا كبار نصبروا، دابا المشكله اللي ما يصبروش وما عارفينش هما الاطفال الصغار، اما حنا نصبروا. الحبيبي ونسي محمد اللي هو الراجل ديال خالت لطيفه، شنو عملتو فين وصلتو؟ حنا باقي كنستناكم. حنا ما بدا بينا، حنا وصلنا تما كاينه ماشي حنا، يعني ماما واختي وخالت لطيفه وعمو محمد. انت ما وصلتي ما والو، هما اللي جاو، انت بوحدك غير من البعيد شعل العافيه في التليفونات. لا عندك لا مالك يا لالا غير شويه. ما قالكش الطرف الثاني خصو يسبق اللايف هو الثاني؟ لا، الطرف الثاني اصلا كان داير لايف وما كانش في خباره بانه خصو يمشي لديك الليله، لان صافي دازت الهضره واتفقوا والاخ الاكبر يا حسره قالك صافي كونوا هانين، هو اللي غيتكلف. والطرف الاخر الطرف الثاني قال خصو يسبق اللايف. سبقش اللايف من الميكروفون، جي هضر عليا باش نجاوبك انا. ملي مشيت لعندهم فعلا قلت لهم البدويه دات ولدها للكلينيك، داكشي علاش ما يمكنش ليها تجي، لان ما كانش في الاتفاق انها تجي. اللي كان في الاتفاق وهو انهم بعد ما تقدموا نتوما التنازل نهار الاثنين، هي نهار الثلاث عاد كانت غادي تجي لعند اختها، قالت غادي نجي كنحبو وغادي نجي على رجليا، هكا كان الاتفاق، ما كانش هي غادي تجي نهار الحد. ومع ذلك وكان تمت ديك المكالمه اللي رفضتوها ديال نهار السبت اللي رفضتيها انتيا واعترفتي بفمك، كانت ديك المكالمه وكان دوبات الثلج، لكن انت اللي رفضتي. عاودي هاد اللوره الغرز جدادي، ياك انا هاد الهضره هادي ما تهضرش من دقمي ولا من عقلي ولا من القنوات، انا هاد الهضره عندي صوت. كيف الصوت زعما شنو سجلتيني؟ إوا لا سجلتيني بدون الموافقة ديالي، هذه راه جريمة أخرى تنضاف إلى باقي الجرائم، لأن شكون عندك الحق تسجليني؟ واش خديتي الإذن من عند السيد وكيل الملك المحترم؟ شكون عندك الإذن أنك تسجليني؟ حنا جايين لهذا الموضوع. كلشي أنا عندي صوت كيضرب ها، عندك صوت كنهضر في ديك السيده مزيان، اعترفتي بانك مسجلاني وهذه جريمه اخرى. كيتشوفها في هذيك السيده ياك حنايا سي طوال، حنا ملي شفنا الخبر الحديثه والخبر تاع التلفون. انا قلت لكم راه في الكلينيك مع ولدها، انا قلت لكم في الكلينيك مع ولدها، الله وعسى يحل قلبكم وتقولوا ديك المراه مسكينه راه عندها ولدها في الطبيب، راه عندها مشاكل، عندها ولدها في الحبس، عندها مشاكل اللي فيها يكفيها بركه. هادشي علاش انا بغيت نحمل القلوب، ولكن ما صحابليش بانني جالس مع عصابه كتسجلني، وهذا اعتراف منك. والخبر بان الوجه تضرب وعاد يعاود يتصلح ما عندنا خبر حتى شي حاجه، وبما انك شنو كيسمي داك المهم اللي غتوقف معاه ما بغيتش نفرض شي سميه. سميتي مراد، سميتي مراد اللي وقف مع الطرف الثاني
واكل وشرب معاها ناعس مفرش. كيفاش واكل شارب ناعس مشرف؟ اش كتقولي انتيا؟ شنو كتخربقي؟ كيفاش انا واكل شارب ناعس مفرش؟ واش كتعرفي راسك كتقولي ولا ما عارفاش؟ فين كتشوف هذه وحدايا انا؟ انا ما واكل معايا لا خبز، ما رابح معايا. ناكل معاك خبز وناكل مع الخبز، وحنا جايين كنجريو غير في الصلح، حتى اين خبز واكل معاها انا؟ اين خبز؟ زعما كنصور معاها فيديوهات وعادي. هذيك خدمتي كندير لقاء صحفي كنصور، اين خبز كناكل؟ واش في خبارك بان ذاك الفيديو اللي كنصور انايا كنخسر كنخسر عليه الدوبل بربعة المرات؟ ما في خبركش، ما في خبركش بانني راه كنجي من القنيطره حتى الفاس، المازوط والوتوروت والوطيل ديالي والماكله والشراب والمصاريف باش نصور واحد الفيديو تقدر تشعل فيه بوله صفراء، يقدروا ما يكونوش فيه اشهارات، يقدر يتضرب بالحمار، يقدر ما يتشافش، يقدر يتشاف شويه، يقدر يكون مداخل قليله، ما تغطيش حتى الثلث ديال المصاريف ديالو. كيفاش واكل شارب معاه؟ ما فهمتش انا، شنو زعما شنو عندها هي الشركه ديال البترول خدام معانا كندير لها التصفيه؟ شنو الاسلوب واكل شارب معاه؟ ولي نلتقي شويه معاه شويه. انت ما مشيتي وانا متيقنه بانك متينا 100% ديك الجهه. حيتاش علاش؟ حيتاش انا مع الحق، انا ما مع هاد الجهه، ما مع هاد الجهه، انا مع الحق. وانا كنسمع لهاد الجهه وكنسمع لهاد الجهه وكنبقى انسان. بغيت لكم غير الصلح وبغيت لكم غير المصلحه، ما بغيتكمش تبقاو في المحاكم وفي المشاكل ويكبر المشكل، العرق ديالو يكبر مع العائله وتولي عندكم حرب اهليه لداخل في العائله ديالكم. انا رسالتي رساله ساميه مليئه بالخير، ونبتغي الاجر من عند الله عز وجل. ما تقوليش لي واكل شارب، ما جاج الهضره هذه. واكل شارب وقال في دارنا وواكل طعامنا وكتضرب في ديك السيده. انا ما قلت طعامكم ماشي كنضرب في ديك السيده، ماشي كنضرب فيها. الا قلت لكم بان ولدها مريض وبان راه ولادها في الحبس وبان عندها مصاريف وبان عندها مشاكل، ماشي كنضرب فيها. انا كنقول لكم بان السيده اللي فيها يكفيها، ماشي كنضرب فيها. ماشي كنضرب فيها، بالعكس البدويه عزيزه عليا وما عمري ما غنضرب فيها وما عمري ما غادي نخرج السر من اسرارها وما عمري ما غنتكلم فيها. صافي، اش حنا زعما كاين نتلاجلو ونصالحو؟ نزلوا تصالحوا، شغلكم هذاك. انت ما درتوش الشاب بوجه امكم لالاكم جداتكم جات وقالت لكم نخلي لكم الخناشي في بطنك، خناشي نخليه لكم. ما درتوش بوجه امك لالاك، عاد ديري بوجهي انا. وانت وجه امك لالاك بركه، جات جداتكم ضربه الطريق من فاس لتطوان. انا كان جات عندي جداتي واخا ما عرفتش شنو وقع، واخا لاله هي الاولى ما تزيدش. دابا صافي نمشيو دابا نكتبوا التنازل، غنبقاو ندخلوا في صراعات ونقاشات فضفاضه. انت اش بغيتي ندخل راسي انا؟ لان غدا بعدو ما غاديش يدخلوش الطفيه، وانت الله يرضى عليك ما استنيتيش غدا بعدو. انت على ما عودتي غير 12 درجه؟ غتكون كيفاش شنو غادي يكون؟ هبط درجه درجه شنو؟ درت شي فيديوهات، صورت شي فيديوهات، شنو موقع والو، شنو وقع؟ انا ما غنركزش عليك بزاف هاد اللايف. قلنا البدوية ملي خرجنا قلنا ان شاء الله يكون خير وتفائلنا خيرا، وخرجت المعلومة وخرجها داروا لايف ولد امي نعيم البدوية وقال كلمة طيبة لكن ما صحبناش بان انتم كيسيركم القنوات ولا كيسيركم واحد الشخص. كناش عارفين بانكم انتم يا ما عندكم شي واحد في الدار اللي عنده كلمة مثلا وغيقول لكم هذه كاينة كاينة. انا كنت كنعتقد على انني غنمشي نتفاهم مع واحد، لقيت راسي كنهضر مع 8 ديال الناس. نهضر مع واحد انا متفق معاه، وانا قلت لكم انا مرافق ديال ديك السيده، بقاو فيا مشينا وحضرنا للصلح قد ما فراسنا من زغبه. ما عمر شي صلح كان بحال هكا سبحان الله. وانت اليوم تعترفين غلطت اليوم كبارين. شنو هاد المغالطات اللي خرجوك باري؟ مغالطات شنو ملي خرجتو نتوما؟ عقلتك ونزيدك واحد الحاجة، هذيك النهار الثاني اللي كنت هما تما كاينة وجيتي انت بوحدك عند حبيبي وقلتي انك انت كتنوب على هذوك الناس كاملين. ما قلت لكمش كنوب انا، انا جيت لغد ليه وعدت بو محمد قلت له المرة الجاية ملي غنجيب لك معايا التليفون، ومشيت لعندو ديت ليه التليفون فعلا. ما كنتش بغيت نقول هاد الهضرة كاع، هاد الهضرة جات صدفة. البدوية شافت عندي التليفون في الطوموبيل قالت لي ديال من داك التليفون، قلت لها هذا راه هو اللي وعدت به با محمد راني ديولو. وقالت لي مزيان الله يرضي عليك اولدي يستاهل وشكراتو، قالت لي ديه والله يخلف عليك كدا. ما صحبناش حنا داك التليفون غيدير هاد الضجة كاع كاملة. انت هنا كتنوب على هاد
الوالي ديالك حنا ما عطيناش باش نشريو التليفون لحبيبي جيب لنا التليفون. وكان شريتو له تليفون علاش شرينا عليه حنا؟ وكان شريتو له نتوما شحال نتوما جالسين عنده في الدار ياك 4 شهور كامله ديال المحاكمه كنتو كتجلسوا عند حبيبكم محمد، ايوا علاش ما شريتولوش التليفون 4 شهور؟ دابا تا جيت انا عاد بان لك التليفون. واخا زيدي هذا من جد الكرم ديالك، هو ماشي من جد الكرم هذاك اللي بقاو ديك التلاعبات. قلتي كلمة زوينة قلتي من الجود والكرم ديالك ورجعتي قلتي هذا ماشي من الجود والكرم ديالك هذوك التلاعبات. عن أي تلاعبات تتحدثين؟ دابا إلا شريتي شي واحد تليفون بحسن نية هذا تلاعب. أنت كتفكري هكا كما الناس زعما راه نيتهم صافية نيتهم زوينة. كتكسب مثلا حبيبي ولا كتكسب لحنايا؟ حنا واخا ماشي كنسب غير 1200. أش نكسبكم ولا نكسب حبيبك؟ أش نكسب فيكم؟ الكونغرس شنكسب فيكم؟ اش بيني وبينكم؟ انا النهار اللي عطيتو التليفون قلت له هاك عمي عمرك تعاود تشوف كمالتي، فاش غنحتاج حبيبك انا مثلا؟ فاش نحتاجك انت؟ فاش نحتاجكم كاع انتوما مثلا؟ فاش غتنفعونا حنا؟ بماذا سوف تنفعون الامه؟ كتقولي الحاج كاين حاج؟ فاش انا بعيد عليك انا انا فين وانت فين؟ يبان لك الفرق يا مسكين. اش حاس كاش شنو شنو العجينه؟ واخا ماشي تزوري 1500 ما كتكسبوش بالهدايا. كتغوتي يا اختي بقيت تهضري بشويه مزاو كتغوتي وما كنتكسبوش بالفلوس، حنا كنتكسبو بالكلمه طيبه. انا قلت الكلمه الطيبه خصها تجي من عندك. لا حنا اللي يدخل الله يخليكم يكتب لينا الاطفال خط احمر عاد نكملوا كنهضر على راسنا حنا وعلى حبيبي. ما كنتكسبوش بالهدايا وما كنتكسبوش شخاش كسبو نتوما شكون يكسب اش اصلا واش بالملايين؟ حنا كنكسبو بالكلمه الطيبه. يلا هادي خليها عندك. ورا الكلمه الطيبه هي اللي كانت داك النهار وديك الايام كامله كانت غير كلمه طيبه، وباقي الان اتحدث بكلمه طيبه. سمعتي لنا شي حاجه دلعيب؟ وفاش غنكسبوكم انا مثلا؟ نتكلم على نفسي، فاش نكسبكم نتوما مثلا؟ فاش اعطيني شي حاجه بسيطه غتنفعوني بها نتوما مثلا؟ فحالت ما اذا كانت نيتي خايبه ما نيتي مزيان عطينا السي تليفون ما عندوش. فين كاين؟ فاش نكسبك مثلا؟ غنبغي مثلا نتزوج من عندكم. انا مزوج عندي ولادي عندي بناتي، غنبغي ندير معاكم شي شراكه مثلا شي مشروع ولا انا عندي مشاريع ديالي ما محتاج غنكسبكم مثلا؟ شنو غنبغي الصوت ديالكم مثلا في الانتخابات؟ انا ما كنترشحش الانتخابات بشي رجل سياسه. شنو نبغي منكم مثلا نتوما؟ شنو نبغي منك؟ عندي ما نبغي منك انا انتيا انتي ولا حبيبك فاش نحتاجكم؟ معرفش. وانتي اللي خرجت كتقول بانك انتينا شريتي ايفون ايفون ب 1500 درهم كان راهي لخراني في هذيك العربيه كان راهي عمل الايفون كان لخراني في هذيك عيسيا كان راهي عمل الايفون. وبما انك انتينا تجملتي وتفضلتي عندو الاشارات تليفون قديم كتهضري عليه كنت خديته للبدويه. سبحان الله صفتني الله صفتني الله غنشري لعائلتي كامله غنشري لها تليفونات. قلت بلا ما نهدرو الاشهار حيت شنتينا كان ايفون ولا شي تليفون فايت غير 5000 درهم دارك هزيت الكارطه وتسقتيها في الكاميرا شوفوا شنو جبت لك. لا باقي نتينا غير حبيبي انا غنجيب لك ايفون. دابا حنا ما كنستناو حتى شي واحد يرحمنا غنجيب لك ايفون. ها هو ايفون حبيبي مسكين انا قلت لك تجيني هاد القناه ايفون ما عندنا حنا كيفاش تهضري باحترام؟ على انت ما كتهضريش باحترام. دابا حيت عارفه باباك وماما كيدخلوا ديك القناه كتهضري باحترام هكذاك. آه يا مصحاب ليش والناس محترم كيدخلوا هنايا انا كي كان شي حاجه اخرى كنت غتسمعوا واش غادي نقول لكم؟ اقسم بالله العلي العظيم الا فوت السكر غنطلعك بالملحه. دابا انتوما اللي غتجيو تقولوا انا شريت فلان التليفون معصيه. واش نقول لكم واحد الحاجه؟ باقي بابا وماما كيقول لكم بابا اختي كيقول لكم اجيو وراه غنعطيكم التليفون ديالكم. حرام عليا هذاك التليفون غنقول لحبيبي خصو الصغيره في الحيط ديالك تعطيها تلعب فيها فري فاير ونتسلى. دابا واش تعطيونا التليفون ولا تعطيه لبنت حبيبك تلعب فيه بفري فاير؟ حنا مسامحين في داك التليفون بالصحة والراحة.
قال لك حنا عايشين فابور. الله يهديك اشكون قال لك حنا عايشين فابور؟ انا ما خسرت 3000 درهم. قلت لك عايشين فابور. ويلي 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 شكون فابور؟ نبطلوا عباد الله ونخليو لهم الاعاقات وندوزوها ثاني فابور. ايوا بيوتو. وانت اليوم قمت بجريمه مكتمله الاركان. اليوم قمت بجريمه قتل. قتلتي البراءه، قتلتي الطفوله ديال واحد الطفلة مسكينة اليوم اللي سبيتيها وعايرتيها وكتقولي ليها امك حباسة وغتخرجي الزنقة غيقولوا لك الناس امك حباسة وباك حباس وجداتك هذه عامين دوزت الحبس. اليوم قتلتي الطفولة وقتلتي البراءة وهذا الشيء غنتحدثوا عليه بلاتي نوصلوا ليه. ايوا بيوتو هاد الحمار راه ما كيعالجش، هاد الحمار غير كيلقى الميكروب. انا بالنسبة لهذا عاوتاني مؤخرا عرفتي كنت تعذب انا في هذا اللايف، كنت تعذب اللهم 100 زروالي وزروالي ولا هاد خيتي هادي وعلى صوت عندها واه هاد الشيء ما كتبانش. طلع الله كون كانت كتبان في التلفازه في ليكرون كاميرا في التليفون. يا لطيف يا لطيف. طالبين 15 مليون، طالبين شيكات، طالبين شنو اخر قال لك شي ورقه مكتوبه من سميت ما عرفتش شكون هي ديك ما كنلقاو حنا عندنا. السيده قالت لنا طلبوا 15 مليون وغتعطيو داكشي اللي عندكم واللي بقى غادي ديروا التزام بدين اولا شيكات. هادشي اللي قالت السيده لطيفه. لا الا بغات تكذبني تخرج تكذبني. هادشي اللي قالته وقالت لي كنتحدث بالاسم ديالكم نتوما. اه الشكل ديال العمر ديال الحبايب باش يعطيونا الشيكات ولا يعطيونا التسليك. احنا باقي ما درنا شي، باقي ما درنا شي نبيعوا الدور ونبقاو نديروها بالطريقات. اصبروا معانا على هذا الصوت الله يرحم الوالدين. اصبروا معانا. حطوا موبايل. اعطيهم التنازل بلا طريطات بلا فلوس بلا والو. يلا يلا كتبوا التنازل وجيو عطيوه لكم. يا ديك خالتك الف على والدينا شي كتاب. اصلح الف على والديكم شي كتاب. هذا سب وقد فدا. قسما بالله الا يصلح الف على والديكم شي كتاب. اصبروا اصبروا على الصوت اصبروا. انا كنت كريدي وانا كنقول لكم انا قلت البارح في اللايف ديال معشوق الطبخ قلت لهم انا كنتحداهم الصغير الكبير ديالهم عثمان ولا مراته ولا بناته كيطلبوا ولا ولا 90 درهم تطلبوا. جبالي جبالي اما جبالي صوت اما جبالي تعليق اما جبالي جبالي ميساج حط لي ولا غير حط لي ان فلان ولا فلان وبناته كيطلبوا ولا 10 درهم ولكن جاتكم حاره ياك. اه طلبتوا 15 مليون. اه مالك كتكذبي؟ ما لقينا ما نسجلوش. حنا غادي نسجلو؟ حنا ما كنسجلوش الناس بدون الموافقه ديالهم يا سيداتي. وهاد المكالمه ديالك مع الاخت ديالك في اللايف وكما دوزتوهاش في المباشر ما كناش غناخذوها حنايا كمرجع ونتحدثوا عليها في اللايف. كون كنتي كتهضري مع اختك في الخاص ممنوع علينا نتكلموا على الموضوع، ولكن نتوما كنتو كتكلموا في العلن. حنا ما مشيناش نسجلوا يا اختي العزيزه، ما مشيناش نسجلوا. ماشي اخلاقنا اننا نسجلوا الانسان بديك الطريقه. كتاب الروينه كتسناو بان كوزاني طلب تعويض. اكوزان بزاف عليكم وحافظ عليكم وحافظ على الثروه في عينكم وقولوا اي بان عثمان يطلب تعويض على مراته ولا بناته. ويلا شوف الا كنتي انت ما سجلتي والو وما ديتي والو من دار عثمان، ولكن قلت لك الا كنتي انت ما سجلتي والو وما ديتي والو من دار عثمان مالك انت شنو درتي؟ اه قلت كدات من عندنا باننا كنضربوا في الطرف الثاني يعني سجلاتنا. يا كتشي اللي بغيتي تقولي واللي بغى يسمع اخوتي هادشي انا يتلقى لي عطيني هاد الميكرو المحكمه ونسمع صوت لان السيد فلان فلان. الله اكبر الله اكبر. هالجريمه الاولى اعترفات قلت لي بغى يتلقى حدا المحكمه وتسمعوا صوت يعني سجلات. هذه جريمه سجلات وتعترف. دابا انا من حقي واتحفظ على موضوع لجوئي الى القضاء في موضوع تسجيل واحد اللقاء خاص بدون الموافقة ديالي، زائد انك طالعة في القناة ديالكم في اليوتيوب كتوجه لي هذه الرسالة بمثابة تهديد وابتزاز. يعني عندك التهديد وعندك الابتزاز وعندك تسجيل لقاء خاص بدون الموافقة ديالي.
زيدي كنت شفاش انا في السيده، انا قلت لك السيده عندها مشاكل ديالها صافي اللي فيها يكفيها. انا بغيت زعما ترطاب القلوب، ما بغيتش انايا مصحابليش انا كنتسجل، انا وكنصحاب لي كنتسجل وكره ما نمشيش انا العصابه، حيت العصابات هذه خدمه ديال العصابات، هذا شغل العصابات. كنت ما كنتيش النهار الاول، حنا جلسنا النهار الاول ما كنتيش انتيا، ومشيت انا البت في لوطيل، انت ما بتيش في الدار عن الله فين ساكنه ولا فين كتباتي ولا ماشي شغلي انا فيك. جيتي تا لا غد ليه جيتي تا كنا حنا غنمشيو في حالنا. اذا كتعترفي بانك سجلتي، اذا نتوما عصابه ماشي عائله، وانا اتحفظ في موضوع اللجوء الى القضاء لانك تعترفين اليوم بانك قمت بهذا الفعل الجرمي الخطير. واحد زيد ما خرجناش ما عملناش فيديوهات مشينا ننفذوا داك الشرط اللي طلبات ماماك ديال ان الام اولا نعيمه البدويه تمشي عند خوها. هذا غلط عزيزه شوف ماما فوفوش اللي كتب لك عليك، قالت لك وناري واش الفلوس اللي قالوا طلبتو غير كذب، ومي انا غنسخف. ماما فوفو اسمع، اقسم بالله حبيبه ديالي اقسم بالله كتشوف قسما بالله العلي العظيم، وانا في العواشر باقي لنا شي سيمانه في رمضان، قسما بالله الا كيعدلوا مواضيع باش يدوزوا بها عاوتاني من هنا لنهار المحكمه. تي كتقسمي فمك بالله، صحابنا تقسمي فمك بالله باش تقولي ما طلبناش 15 مليون، ساعه انت كتقسمي فمك بالله باش تقولي كيعدلوا مواضيع باش يدوزوا بهم اليوم الجلسه، شكون اللي كيعدل المواضيع؟ عطا الله المواضيع، راه نتوما اللي كتكلموا على هذا الموضوع هذا، رغم انه داز عليه مده يلاه باقي كتكلمي عليه انت الى يومنا هذا. يا اخي انا كنقول لك انا كنتحدى، انا كنهضر على الدقمي والدقم الاب ديالي والدقم الاخوان ديالي، كنتحدى يكون شكون ما بغى يكون اللي دخل لدارنا واللي خرج من دارنا، انه يحق عنده دليل انني انا طلبت الفلوس، قال لك اه سي كوزان طلب الفلوس 60 مليون ولا 70 مليون باش يشري الدار شوكه. اين 70 مليون؟ حنا ما قلناش لكم طلبتوا 60 مليون ولا 70 مليون، شكون اللي قال هذه الهضره هذه؟ جاب الدار الهضرة، جاب كوزان الهضرة، اش هاد الشي هذا؟ جاب 70 مليون الهضرة، خلينا في الموضوع. اللهم لك الحمد. سير عثمان عنده دارو، ماشي غتجي فينا غنشوف راسو اللي يدير راسو في اليوتيوب باش عاد غيعمل دارو. كيتك نسينا يا الكازاوية العورة، كيتك. شكون الكازاوية العورة عاوتاني؟ نسينا اللي ساكنة في ابارتمون فيها 45 متر ولا 60 متر. أما عثمان كوزان بزاف عليه باش يبيع مراتو وعرضو باش يشري دار شوكو واخا يكون ساكن في الدراكة. بدل كازاوية كتقول كازاوية عورة حشومة، دابا إلا كانت شي وحدة في كازا مثلا ما كتشوفش ولا تنمري عليها وتعايريها بأنها عورة، هادي راه جريمة أخرى. دابا راه من حق هذيك السيدة اللي قلتي بأنها عورة وشارفة حقها وجي دير بك حتى هي الشي كان. أول رجل كتشوفو أول رجل اللي كتشوفو أنه جبار طريق مع مراته بعض الدمار من الأول وهو باقي ماشي. حال ما قد دي خمسة ولا دي خمسة ولا انتي دي خمسة ولا اختك دي خمسة، حتى واحد ما قال هذا الشيء هذا، حنا بعدا ما قلناش لا قالوا شي قنوات اخرى الله اعلم. اصبروا معنا على تصدع، اصبروا ما لقيناش كيف كيديروا. اصبروا وجه السعاده، اصبروا غير خليهم يعطيني شي قناه بحال كينا اللي فيها التكرار ديال القلب ونطلع معها شي مداخله ونضرب قلبي على خاطري، حيت انا ماشي كنضرب هنايا قلب على خاطري براي عيطي غير تقول لي دابا نسينا انا ما فوفو هذاك الشيء كامل مغالطات اللي قلت لك حنايا حطينا على وجهها في الارض بقاو تشرب ورا دار لكم الشرط الاول، راه مشات عند خوك وقالت ليه اللي عملتيه على راسي وعينيا، وخوك بغى يتصل بكم في التليفون وانت اللي رفضتي قلت لهم لا ما نهضروش في التليفون ديال مول الميكرو، وانت تعلمين جيدا على ان في ديك الدار ما كاين حتى واحد عنده تليفون سمارت فون، واعترفتي بفمك بانك انت اللي رفضتي، يعني انت اللي رافضه الصلح، وغتزيدي تعترفي في هذا الفيديو بانك انت هي العرقاله ديال هذا الصلح. هذا هو الشرط الاولاني، وقتلوا
وين تفهموا اخاي هذيك السعيد انا غادي نقول لكم الشرط الثاني جوج شروط بما ان الشرط الاول ما توفرش اش من شروط ولا شروط صافي صافي غتسامحوا سامحوا اين شروط باباك قال لك نعتذروا للزروالي باباك داك النهار طلع قال لك وانايا اللي كيضرب في الزروالي ما يبقاش يقول لي حتى السلام داك النهار في المحكمه ما بغيتش نمشي نقول ليه السلام هذيك خالتك كتعايريها بدك الاساليب حشومه ولو انها هي تكون خايبه كاع واخا تكون هي فيها لافوت انت خصك تكوني اسمى تكوني انت مترفعه تكوني مؤدبه ما تخرجيش في اللايفات تبقاي تعاطي يا الشرفه يا العوره يا السعايه يا كذا اللي دخل الاخوان يكتب لنا الاطفال خط احمر الله يدوز هذا اللايف بخير وعلى خير انت اعترفتي بانك سجلتينا صافي هذه جريمه دازت واحد ما قال فيك حتى شي حاجه سيداتي بالعكس نحن نحترمك ونقدرك ونكن لك كل التقدير والاحترام مالك انتي ما كتبانيش اصلا ما كتبانيش غير باني يشوفوك الناس بعدا ونهضروا معاك وتهضري معانا كتهضر على كتهضر على سعيد ولد امي نعيمة فوالا وي سعيد قال لك ساكن في خربة تكلمنا على هذا الموضوع في الاول انا دخلت الانترنت قلبت على القصر اللي ساكن فيه سعيد والله العظيم داير تقريبا شي 2 مليار ونص داك القصر قصر تاريخي في العمر ديالو الاف السنين قال لك خربة تقول وين على على ما على وين عاش طبق وش طبق وش طبق وش طبق ليك كتسمعك ليك هي كتسمعك بانك نتينا كتعيط في المفاتيح ها عطاك الله باش تعايريهم هنا الجريمة مشاهدينا الكرام غتكتمل الأركان ديال الجريمة قالت هي حباسة وبنت حباسة ونسيبة حباس حتى لهنا ماشي مشكل وراجل حباسة حباس راجل حباسة حباس ماشي مشكل وحتى ولدهم الصغير حتى ولدهم الصغير حباس حتى ولدهم الصغير حباس ما ذنب ذلك الطفل الرضيع حتى اصبح اليوم في مرمى تنمر هاد السيدة وامثالها ما ذنب ذلك الطفل البريء ذلك الرضيع ما ذنبه حتى يكون عرضة للتنمر والسب والقذف تسبه بكونه سجين ما ذنب ذلك الطفل اسمعوا شنو كتقول هادشي خطير اللي جاوبت بالحق ماشي فهاد القناة اما انا جاوبتك ياك هي قالت بان قنتك هي قنتي وقنتي هي قنتك وياك هي كتسمعك كتقول الله ينعرض على ماما على الله ينعرض وش طبق وش طبق وش طبق ياك هي كتسمعك ياك هي كتسمعك بانك نتينا كتعيط
يعني كتعترف على انك بنت فاتحه مزيان حتى هذه غتنفع مزيان. عطاني هو باش نعيرو قلت لي حباسه وكنت حباسه ومصيبه حباس وراجل حباسه حباس وحتى ولدهم الصغير حباس حتى ولدهم الصغير حباس. يلا سمعتوا هذه مزيان ومشيو نحضروا على يلا خاش عيط لك العشيه قلت لك انتوما كتلعبوا على العاطفه البشر. اسمع اسمع هذيك البنت اللي خلات على برا البنت اللي خلات على برا مالها فاطمه الزهراء ماشي شي واحد يسولها يقول لها فين يا ماماك اي شي واحد يسولها يقول لها فين ماما كتقول له ماما في الحبس. ما ذنب تلك الطفله مشاهدينا الكرام؟ ونحن نعلم جيدا على ان هذيك الطفله تعتقد الى يومنا هذا على ان الام ديالها مشات ضرب الشوكه. تعتقد على ان ما ضرب الشوكه. الا مشيتو سولتو ديك البنت ما غاديش تقول لكم امي في الحبس لا غتقول لكم امي مشات دير الشوكه لزياد. اليوم هذيك البنت ديك الطفله اللي كنعتبروها ملك من الملائكه طفله صغيره اليوم هي في مرمى التنمر وفي مرمى السب والقذف وجميع الاهانات لا لشيء سوى ان الام ديالها في السجن. الام ديالها في السجن وهذيك البنت تعتبر من رعايا صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله. تعتبر بنت المغاربه بنت الدوله. كتجي هاد السيده كتسبها وكتعايرها وكتقول ليها يسولوك في الزنقه تقول لهم يلا خرج من الحبس انا ما قلتلكش جدتي هادي عامين باش خرجت من الحبس. كتعايرها بامها وباها وجداتها جداتها على نعيمه البدويه ديك الفتره السجنيه اللي كانت دوزات العامين اللي فاتت ديال كورونا. الجهل ديالها خرجت واحد الفيديو قالت لهم كورونا ما كايناش هي كانت قالتها بحسن نيه صحاب ليها غير كتضحك ساعه دوزات عليها الفتره السجنيه. باها ايضا حميد نحن نعلم جيدا على ان حميد عنده اخلاق عاليه انسان مسالم كتب عليه الله السجن. كان عنده واحد ديال ما عرف واش الضرب والجرح ولا تبادل الضرب ولا شي حاجه بحال هكا دوز فيها واحد الفتره السجنيه ومنها اليوم كدوز فتره سجنيه على حساب عراضها وكرامتها ومازال ما تحكماتش. شكون عندك الحق انك اعطيتي حكم مسبق لديك السيده وتتنمرين على الطفل ديالها ولدها وبنتها؟ هذه جريمه مشاهدينا الكرام في حق الطفوله جريمه في حق البشريه جريمه في حق اطفال الغد. البنت الصغيره ملي سمعت هذا اللايف كانوا شاعلين التليفون وهي جالسه كتسمع. البنت اليوم ما كتاكل وما كتشرب. البنت اليوم دخلت في أزمة نفسية رغم أنها صغيرة ولكن كتفهم. البنت اليوم تعاني بسبب هاد الخرجات وهاد الخرجات غيبقاو في التاريخ. والطفل زياد غيخرج من السجن وغيسمع بنت خالة الأم ديالو كتقول عليه بأنه حباس وكتقول على أختو بأنها أمها في الحبس وباها في الحبس وجداتها دوزات الحبس. حنا قلتوا فينا شي حاجه حنا كبارين نقدروا نسمحوا رغم انني اتحفظ على موضوع لجوء الى القضاء لكن حنا كبار نقدروا نصبروا ولكن الاطفال الصغار ما ذنب ذلك الطفل وما ذنب تلك الام وما ذنب تلك الطفله الصغيره؟ لهذا ومن هذا المنبر مشاهدينا الكرام ادعو جميع الجمعيات الحقوقيه وجمعية ما تقش ولدي جمعية الطفولة وحقوق الإنسان أن يقفوا وقفة رجل واحد من أجل التضامن مع هؤلاء الأطفال الأبرياء لا حول لهم ولا قوة. ما داروا لا بيديهم ولا برجليهم أصبحوا اليوم عرضة للتنمر من أقرب الأشخاص في العائلة ديالهم تتنمر عليهم وتسبهم وتشتمهم وتقول انهم ولاد محابسيه واكثر من هذا وذلك وذلك تقول على ان الطفل حباس. ما خلاو البراني ما يقولوا البراني ما يقدرش يقول هذه الهضره حيت جريمه. الا قلت انا الطفل حباس راه جريمه راه انا كنتنمر على الطفل كنسبه كنعايره كن
الطفل هذاك، وكاين حقوق الطفل في البلاد، وأدعو جميع الجمعيات أنهم يتكتفوا ويتضامنوا من أجل التضامن والوقوف إلى جانب هؤلاء الأطفال. اليوم نرى جريمة، جريمة مكتملة الأركان، جريمة مكتملة الأركان في الجانب المادي والجانب المعنوي، في الجانب المادي والجانب المعنوي. نعيم البدوية كان وقع لها مشكل مع ندى حاسي، كنت درت واحد السكيتش على ولد ولا بنت ندى حاسي، بقى إلى يومنا هذا في المحاكم، فما بالك بهذا الشخص أو هذه الفتاة أو هذه السيدة التي تسب وتشتم وتتنمر على طفل صغير وتنعته بالحباس، وتتنمر على طفلة صغيرة أصبحت اليوم تعاني من أزمة نفسية حادة، تتذمر عليها وتقول بأنها تخرج للزنقة غيسولوها، تقول لهم ماما في الحبس وبابا دوز الحبس وجدتي دوز الحبس، ما ذنب تلك الطفلة؟ كيفاش غنزيد نكمل انا هاد اللايفات؟ كي غادي نزيد نكمل انا هاد اللايف وكي غادي نزيد نجاوبك على الشيء الاخر، كي غادي نزيد نجاوبك على الشيء الاخر، وانت صوتك مزعج، صوتك مزعج، تتحدثين بطريقة غريبة، لماذا؟ وبما نكمل الفيديو كتعترفي بانك انت كلمتك هي اللي كاينه، انت ما بغيتيش الصلح، صافي ما بغيتيش الصلح، قلتيها في الفيديو، قلتي انا واخا يديروا لي دار انا ما باغيش الصلح، وقلتي بان اختك حفصة طلعت للفوق وبقات كتبكي وقلت لك انا باغا نتنازل وباغا نسمح، وطلعتي عندها انت وقلتي لها لا انا ما واخا تبغي تنتنازل انت انا ما نتنازلش وانا ما نسمحش، رغم انك انت هي من العائلة، ولكن انت ما اللي معني بالامر هنا نتحدث اليوم على حفصة وفتيحة، هادو هما اللي معني بالامر، انت وخوتك مع كامل احتراماتي لكم ما التنازل ديالكم ما عندكمش الحق اصلا ديروا تنازل، اللي عنده الحق يدير تنازل من الناحية القانونية يا حفصة وفتيحة فقط، لكن تتحدثين بصوت مزعج كتتغوتي والسب والقذف والتهديد والابتزاز، وكتشجعي عباد الله بالموافقة ديالهم، وتتنمرين على الأطفال، مالكي؟ وأنا عندي عقل ونص، وأنا عندي عقل وأربعة، وأنا عندي وأنا 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 وأنا، مالكي؟ مالكي؟ شوية، تواضعي نزلي شوية، اليوم الدنيا وغدا الأخيرة، مالكي؟ مالكي؟ حنا كنجيو غير في الصلح، غير راهي الصلح. مالكي على حالتك؟ مالكي؟ انت قمتي بجوج ديال الجرائم في لايف واحد، لعل الله لا رجعنا للايفات الاخرين ديالك او لا لا، هناك مجموعه من الجرائم قمتي بها، الا كان عندك عقل ونص او لا عقل وربع ما غاديش تقومي بجرائم مكتمله الاركان في لايف على المباشر، انت اليوم على المباشر اللايف ديالكم شافوه، استغفر الله العلي العظيم، تقريبا غدا 50,000 واحد اللي شاف هذا اللايف هذا، تتنمرين على طفلة وطفل، كتسبي طفل كتقولي ليه الحباس، إلا كان عندك فعلا عقل مكتمل ما غاديش تقومي بهذه الجريمة الخطيرة، أنت اليوم قمتي بجريمة ضد الإنسانية، ضد البشرية، ضد الطفولة، لأن ذاك الطفل، الطفل اليوم هو مستقبل الغد، هو رجل الغد، كيفاش بغيتي هاد الطفل وهاد الطفلة هادو يكبروا صالحين في المجتمع؟ أنت تساهمين في الخراب، وهذه جريمة مكتملة الأركان، لعن الله فينا توصل، وندعو جميع الجمعيات، ندعو جميع الجمعيات، ندعو التحالف الوطني للدفاع عن حقوق الإنسان أن يتدخل، ندعو الرابطة الوطنية للمواطنة وحقوق الإنسان أن تتدخل، ندعو جمعية ما تقش ولدي أن تتدخل، كل الجمعيات يجب أن نراسل كل الجمعيات لكي يتدخلوا في هذا الموضوع، هذول أولادنا، ما ذنب تلك الطفلة أو تلك الطفل؟ شنو ذنبهم حتى تأتي
وحده من العائله ديالو متنمر عليه وتعايروا وتسبوا وتعايروا. خلي الكبار مشيتي للصغار الاطفال هنا غنوقفوا نقولوا لك لا، حنا ككبار نصبروا ولكن الاطفال لا، الاطفال خط احمر. بغيت كلشي يكتب لي الاطفال خط احمر، لان الطفل هذا يقدر يكون ولدي، يقدر يكون ولدك، يقدر يكون خوك، يقدر يكون اختك، يقدر يكون واحد من عائلتك، يقدر يكون ولد جيرانكم. الا الاطفال، نتوما الكبار بيناتكم شغلكم هذاك، حتى واحد ما عنده الحق يتدخل وسط منكم. ولكن الاطفال، اطفال وصلتي للخطوط الحمراء. ما بغيتش نكمل هذا الفيديو مشاهدينا الكرام، بركه غنزل لان الصوت مزعج سمحوا لي، لكن الرساله اعتقد على انها وصلت، الرساله وصلت ولا فائده في التكرار. ميساج غوسي، ولقاؤنا يوم غد ان شاء الله في المحكمه باش نشوفوا شنو غيوقع. غيوقعوا مجموعه من المفاجات كنعتقد، الا ما تاجلتش الجلسه. لا تاجلات راه غنقول لكم شنو كاين. لنا لقاء غدا ان شاء الله مشاهدينا الكرام، اسف اعتذر مره اخرى، احبكم في الله. شكرا على التعاليق ديالكم، شكرا على التفاعل ديالكم. اكيد ان يبقى فيكم تنتم الحال، لان الموضوع عنده علاقه بالطفوله، عنده علاقه بالبراءه. احنا الكبار ماشي سوقنا فيكم، تعايروا تعاطاو، حنا ما كنعطيوش الاوامر لصحاب القنوات كنقول لهم نوضوا خرجوا ضربوا، راه كل واحد كيدير داكشي اللي كيقول ليه راسو، كل واحد يتحمل مسؤوليته في الخرجات ديالو. ولكن حتى الطفوله والبراءه ديال الاطفال هنا نقول لكم لا. مشاهدينا الكرام تصبحون على خير والى اللقاء.